تمام. تمام يا واضح استاذ جدا. اشرف. تمام. طلاب، محاضرتكم عيني اليوم هي عن البوزيتيف بكتيريا اللي هي الستافيلوكوكاي جروب، وايضا عندكم الستريبتو جروب. الستافيلوكوكس اكيد سامعين بيها، تكون بكتيريا عبارة عن جرام بوزيتيف according to the cell wall structure، واحنا تكلمنا شلون يكون الوول ستراكشر بالنسبة للجرام بوزيتيف، وهو كان differentiated between the gram positive and the gram negative according to the cell wall. هذه تعرفوها وتعرفون الفروق بيناتها. هذا النوع من البكتيريا طلاب تكون very important medically، يعني بالطب أو بالكلينيكال أو بالديزيز تكون very important، لأن أكو بها species يكون very pathogenic وحنتكلم عنه بهذه المحاضرة. هذا الجروب هو نان فلاجيليت، ما عنده فلاجيلا، فلذلك هو نان موتايل نان سبور فورمينج، اند ات جرو بيست ايروبيك اند فاكولتيف ان ايروبيك. انا انطيتكم بالمحاضره واتس مين ايروبيك، يعني يحتاج انه ينمو بوجود الاكسجين، وبنفس الوقت ايضا هذا النوع من البكتيريا يكون فاكولتيف، يعني يقدر ينمو ب يعني بيئه بيها اكسجين وبيئه اخرى without oxygen anaerobic، يقدر بالحالتين او بالتو انفايرمنت كونديشن يقدر ينمو على الكلتشر. وبالتالي عندي 3 سبيشيز very important in medicine، اللي هو نمبر 1 staphylococcus aureus اللي هو very pathogenic bacteria and staphylococcus epidermidis، هذه تكون normal flora in skin او on skin على السكن. والستافيلوكوكس سابروفاتيكس تكون بعض الاحيان تكون باثوجينيك لما تكون باليورينري تراكت انفكشن بالفيميل. وبالتالي اقدر اقسم الستافيلو جروب الى باثوجينيك لان هي تكون كوأجوليز بوزيتيف، اللي من امثلتها الستاف اورياس، وحنتكلم بالمحاضره شنو كوأجوليز بوزيتيف. معناتها this bacteria produce coagulase enzyme. أما البكتيريا نفسها الثانية من نفس السبيشيز اللي هو Staphylococcus epidermidis، هذه البكتيريا تكون أو negative coagulase production، وبالتالي تكون normal flora. الستافيلوكوكس اوريوس حبدي لكم بالسبيشيز اللي هو very pathogenic and important in medical. شلون أقدر هذه أعرف شكله أو المورفولوجي مالته الستركتشر مالته؟ يكون شكلها بالجرام ستين، واحنا نعرف انه الستيب الاولى لعمليه التشخيص هي الجرام ستين، تكون جرام بوزيتيف بكتيريا. الارنجمنت مالتها يكون بشكل كلستر، كلستر بشكل عناقيد او تجمعات، تكون ذا سيم سايز، يعني كل خليه بكتيريه تكون كوكاي دائريه بنفس حجم اللي بجانبها او بنفس حجم اختها. اما بالكلتشر فراح نشوف انه هي تكون الها القابليه على الجروث اون بلاد ميديا، وبنفس الوقت نقدر ايضا تنمو على المانيتول سولد اجار، وشرحت لكم اياها بانواع الكلتشر والكلتيفيشن. الوانها حتكون بها فايريشن، يا اما وايت يا اما يلو، وبنفس الوقت هذه الستافيلوكوكس اوريوس تكون هيموليتيك، يعني نقدر نشوف اراوند ذا كولوني على الكلتشر هيمولوتيك زون، لان هي تفرز الهيموليسيس انزيم، وايضا حنشرحها بهذه المحاضره. اما الستافيلوكوكس ديزيز اللي تسبب لي الاوريوس، حتسبب لي تو كايند اوف ديزيز، يا اما حتسبب لي لوكال انفكشن اللي هو دائما يكون بشكل ليجن تقرحات، يكون بشكل كالابسز، يكون بشكل بويل حبوب، دائما تكون بويل، هذه البويل او الحبوب او الليجن تكون painful on the skin. painful يعني مؤذية مؤلمة. كلكم طلاب تعرفون حب الشباب، هذه سببها حب الشباب، تشوفون دائما بيها احنا شو نقول راسها ابيض، هو راسها ابيض، هذه معناتها بيها discharge، بها نيكروتيك ماتيريالز، بها مواد قيحيه، بها انفلاماتوري سيلز اند فايبرس، هذا كله سببه انه يصير عندي فد انفلاميشن رياكشن
بالليجن او بالبويل او بالاكني اللي موجوده على السكن. بنفس الوقت هذه البكتيريا إلها القابليه على الدستركشن اوف تشو، تحطم لي التشو وبالتالي تصير ديسمينيت. ديسمينيت يعني تخترق الانسجه، فتقدر توصل عن طريق البلد ستريم الى الاذر اورجان، الى اعضاء اخرى، فتسبب لي ايضا ديزيز وانفكشن والتهابات في الاماكن او الاورجنز اللي توصلها. توصل للعظم تسبب لي اوستيوميلايتس، توصل للقلب تسبب لي كارديو كاردياتس، توصل للرئه تسبب لي نفس الشيء نيموني او برونكياتس. فاي مكان توصل له الاستافيلوكوكس لان الها القابليه على الديسمينيشن والاختراق حتسبب لي مالتي اورجان انفكشن. اما الانتيجينيك ستراكشر، لما اشرح لكم معنى الانتيجينيك ستراكشر اقصد بالانتيجينيك ستراكشر انه شنو اللي موجود من ضمن تركيب الخليه نفسها بحيث يعتبر انتيجين. انتيجين يعني يحفز لي. اوكي الاف سي سي ظهر عندكم، تمام، حيظهر طلاب، معناته انه شكو موجود من ضمن تركيب الخلية نفسها البكتيرية بحيث يحفز لي الانتيبادي ويحفز لي الجهاز المناعي، هذا نسميه انتيجينيك ستراكشر. بالستافيلوكوكس يعتبر البابتيدوكلايكان والتيكيويك أسيد اللي موجود من ضمن الكومبوننت اوف سيل وول يعتبر فيري انتيجينيك ستراكشر، ويحفز لي ايضا انه تتحفز الجهاز المناعي ينطيني بولي نيوكليير ليوكوسايت الوايت بلاد سيل بكميات كبيره، ينطيني انتيبادي، ينطيني انترلوكينز، يحفز لي الانفلاماتوري رياكشن لان يعتبر فيري سترونج انتيجين. ايضا من ضمن تركيب السيل وول عند بروتين كولد بروتين اي. ذس بروتين ان ستاف اوريوس، هذا البروتين also يساعدها يعتبر antigenic structure، وبنفس الوقت help the bacteria to attachment on the cells، يساعدها على الالتصاق والتمسك بالخلايا اللي تبقى بيها ويصير لها production، يصير لها proliferation إلى أن يحدث الديزيز. فإذا عندي الانتيجينيك ستراكشر فور Staphylococcus aureus هي البابتيدوكلايكان، تيكيويك أسيد، بروتين أي. الفرق والديفرنشيتد او الديفرنس بين جرام نيجاتيف سيل وول اند جرام بوزيتيف تعرفوها طلاب وماخذيها عيني. اما التوكسينز والانزيمز اللي تفرزها البكتيريا، وقلت لكم ليش تعتبر الستافيلوكوكس اوريوس باثوجينيك، قلنا لان هي كوأجوليز بوزيتيف. شنو كوأجوليز؟ الكوأجوليز هو عباره عن انزيم يؤدي الى ان يصير عندي عمليه كلوت ان بلازما. شنو كلوت؟ يعني تخثر او خثره. Why? Because if the bacteria produce this enzyme it will convert الفايبرينوجين to fibrin، يعني حتحول لي هي وموجوده بالدم تحول لي الفايبرينوجين الى فايبرين، الى الياف او كتله او مثل احنا نقول تخثر او مثل الجلطه. فلهذا التجلط اللي موجود سبب انه الانزيم يكون لي الفايبرين، هذه الالياف او الفايبرين اللي تفرزها البكتيريا تحيي بكتيريا وتعمل عمل الوول، يعني كانه جدار يحمي البكتيريا من الفاجوسايت او من الوايت بلاد سيل او من الانفلاماتوري سيلز. معناته البكتيريا تحمي نفسها عن طريق انه اسكيب او تخفي روحها ما بين الفايبرين حتى ما تقدر تلقاها الخلايا المناعية وتتخلص منها، وبالتالي هي تعتبر very pathogenic لأن هي تقدر تبقى لأطول فترة ممكنة سواء بالسكن أو بالبلد أو بالأذر أورغان. أما الكتاليز إنزيم، another enzyme produced by staphylococcus، أيضا إلها القابلية من تفرز هذا الكتاليز إنه تحول لي الهيدروجين بيروكسيديز. هيدروجين بيروكسيديز يعني H2O2، تحوله رأسا convert إلى water and oxygen. Why؟ ليش تحوله؟ لأنه ال H2O2 طلاب الهيدروجين بيروكسيديز يعتبر toxic بالنسبة
البكتيريا يقتلها، وبالتالي هي على مود لا تنقتل وتبقى تسبب لي الديزيز، وتبقى انه تستمر باظهار اعراض المرض والهروب من الاميونيتي، انه تحلل لي الاتش 2 او 2 عن طريق الكاتالايز انزيم كاتاليز سوري. اما الاذر انزيمز عندها الهايلورونيدز، ستافيلوكاينيز، بروتينيز، لايبيز، من اسمائهن هي عباره عن انزيم تقوم بعمليه الدستركشن او تحليل اللايب الليبيدز او البروتينز على مود تقدر تخترق النسيج وتدخل للداخل، تصير ديسمينيت، تصير انفيزيف هجوميه. اما البيتا لاكتيميز فهو الانزيمز اللي تفرز البكتيريا واللي تسبب لي تفكك وتحلل حلقه البيتا لاكتام اللي موجوده بالبنسلين جروب دراج. تمام. اما نوصل للسينز اللي تفرزها الستافيلوكوكس اوريوس او الستافيلوكوكاي بصوره عامه، تفرز الهيمولايسين، اقصد الباثوجين ستافيلوكوكس. الهيمولايسين معناته هو التوكسين بروديوس باي ستافيلوكوكس اوريوس اللي هي فيري بانيك ليد to death of cell، خاصة الار بي سيز، معناته تحطم لي الار بي سيز عن طريق التوكسينز اللي اسمها الهيمولايسين اللي يكون بنوعين، الفا هيمولايسين وبيتا هيمولايسين. اكس فولايتاين اللي هو عبارة عن انزيم اور توكسينز، طبعا هو انزيم لكن عمل التوكسينز. ليش؟ لانه هذا الطلاب يسوي لي ديزولفينج للميوكوبوليساكرايد ماتريكس، معناته انه عندي انا طبقه البوليساكرايد اللي موجوده within the cell wall يصير لها عمليه ذوبان، وبالتالي هذه الخلايا اللي هي نعتبرها الطلائيه الخارجيه للجلد يصير لها عمليه ديسكومينيشن، يعني عمليه تقشر. فشوفون البيشنت اللي عنده هاي الحاله يسموها بالستافيلوكوكا سكالدد سكين سيندروم، فالسيندروم انه جسمه يقشر يذب قشور، هذه مو قشور، هذه هي الابيديرم، الخلايا الطلائيه دا يصير لها تقشر وتحلل نتيجه افراز انزيم الاكس فوليتين. اما النوع الثاني من التوكسينز اللي هو يسموه بالبانتون فالنتين اليوكوسيدين البي في ال، هذا طلاب التوكسين يقتل او يسبب لي تحطيم دمج للوايت بلاد سيل، وبالتالي معناته هو فيري توكسين يؤثر جدا في احداث الامراضيه، وخاصه بالسبيشيز او الكايند اللي من الستافيلوكوكس اللي نسميه مرسى. طلاب وين ما تروحون، وين ما تقرون بحوث، وين ما تروحون للمستشفيات تسمعون كلمه مرسى، ام ار اس اي، المرسى يقصدون بها الستافيلوكوكس اللي من النوع يسموها بالميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس اللي هي دائما تكون ريزيست لبرود سبيكترم لانواع كثيره من الانتي بايوتيك من ضمنها مجموعه البنسلين. هذه تكون يا اما كوميونيتي اكوايرد، يعني يكتسبها الشخص من الكوميونيتي مالته، من المجتمع، من البيت، يا اما تصير هوسبيتال اكوايرد، يعني يلتقطها البيشنت وتصير لعدوى من المستشفى. هذه تكون دائما العزلات اللي ريزيست للانتي بايوتيك تكون دائما بروديوس لهذا التوكسين اللي هو نسميه بالبي في ال. ايضا اذر تايب اوف توكسين تفرزه الستافيلوكوكس نسميه بالستافيلوكوكس انتيروتوكسين، من اسمه انتيروتوكسين، معناته ينفرز يسبب لي فود بويزنينج، تسمم غذائي، ويعتبر سوبر انتيجين، وحنشرح شنو معنى سوبر انتيجين. هذا التوكسين اللي تفرزه الستافيلوكوكس واللي يجي ويا الغذاء ويا الاكل حيسبب لي في التاثير او افكت على النيورال ريسبتورز اللي هو بالابر جاسترو انتستينال تراكت، يعني بالجاسترو انتستينال بالقناه الهضميه، ياثر لي على كل المستقبلات العصبيه، وبالتالي ينطف ايعاز البرين الى الانتستين او الى الجاسترو انتستينال، انه يصير فوميتينج، تصير دياريا، تصير بين، الم، فمعناته ياثر لي على مركز التقيؤ ومركز الاسهال، وسببه هو انزيم سوري توكسين تفرزه الستافيلوكوكس عن طريق تناولها مع الغذاء. هذه طبعا ما تكون تتاثر نهائيا بالجاستريك انزيمز، يعني لما الانسان والطلاب
طعام بالمعدة أكو إنزيمز المفروض يتحلل شكو توكسين شكو إنزيم مضر، لكن هالتوكسين بالذات ما يتأثر بكل العصارات الإنزيمية أو الإنزيمات الهاضمة اللي موجودة بالمعدة فيسبب لي الفود بويزنينج. النوع الأخير من التوكسين نسميه بالتوكسيك شوك سيندروم توكسين اللي هو تي اس اس تي، هذا تكون ايضا سوبر انتيجين توكسين تفرزه الستافيلوكوكس اوريوس. من علاماته انه يؤثر لي الايفكت مالته يكون على الاندوثيليال سيل. الاندوثيليال سيل هي دائما الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه، وبالتالي يصير عندي كابيلاري ليكج. ليكج معناته يصير نزف بالكابيلاريز، يصير هايبوتنشن، يصير شوك، يصير دياريا رش، عندي مالتي اورجان افكت، حتى الاعضاء الاخرى تبدي تتاثر اذا انفرز هذا التوكسين، وقد يؤدي لي تو ذا ديث، يؤدي لنا الى الموت. شوك، يقول لك هذا البيشنت شوك، شنو شوك؟ يعني كل اعضاء جسمه توقفت عن العمل، يعني صارت عنده اكو فد توكسين معين بالجسم وقف كل الاورجان، صار نزف عنده. هذا كله سببه اذا كانت هذه السترين اللي ماخذها البيشنت المتناولها تفرز التوكسيك شوك سيندروم توكسين. واتس مين انتيجينيك ستراكشر، فهمت لكم اياه. واتس مين سوبر انتيجين، شنو معنى سوبر انتيجين؟ السوبر انتيجين طلاب معناته هو انتيجين تفرز البكتيريا كأن يكون توكسين أو إنزيم يعمل عمل الأنتيجين بتحفيز الجهاز المناعي، لكن بما أنه هو اسمه سوبر أنتيجين فمعناته التحفيز أو الاندكشن حيصير للتي لمفوسايت اللي هي خلايا المناعية للماسيف سايتوكينز ريليز، حيكون very انتنسيف يعني بكميات كبيرة، يصير عملية إنتاج التي لمفوسايت والسايتوكينز لأنه هذا الأنتيجين أو هذا التوكسين هو سوبر very big important medically، وبالتالي يكون هذا البيشنت الأعراض عنده تكون intensive، كلش الأعراض قوية جدا، كلها سببها إفراز توكسينز من قبل الستاف أوريوس. منو نقدر نعتبره سوبر أنتيجين طلاب؟ الانتيروتوكسين اللي هو نمبر 6، السفن التوكسيك شوك سيندروم، وايضا البي في ال ايضا يعتبر سوبر انتيجين بالنسبه للتوكسينز اللي تفرزها الستافيلوكوكس. هذه طلاب البويل، هذه هي الاكني الحبوب، هذه عندكم صوره هنا الابسز. الابسز دائما تكون كانه ليجن تقرح، وبالوسط اكو ويل مملوءه بالديسشارج، وهذا الديسشارج كانه تحيط بمنطقه انفلاماتوري رياكشن سايت، كلها منطقة التهابية، وهذا الديسشارج هو عبارة عن inflammatory cells, macrophages, white blood cell، لأن يصير عندي منطقة بيها التهاب نتيجة التهاب أو إصابة السكن بالستاف أوريوس. هذا طلاب بما أنه هي قدرت تصير لها disseminated بالجلد، تقدر أيضا تخترق الجلد والطبقات الأسفل إلى أن تروح إلى البلد وتوصل إلى الأذر أورجان. الباثوجينيسيس بالنسبة للستاف، الباثوجينيسيس احنا قلنا تسبب لي لوكالايز ابسايمن، وبنفس الوقت اذا قدرت توصل الى اللينف او البلد تقدر توصل الى الاذر اورجان نسميها سيستميك. لما تكون بنفس المكان نسميها لوكال، لما تنتشر الى اعضاء اخرى عن طريق البلد او اللينف نسميها سيستماتيك. شنو سبب هذه الباثوجينيسيس والامراضيه؟ انه هي كوغوليز برودكشن، تعطيني الكوغوليز يصير لها فايبر يحيط بيها وكأنه جدار وول يخليها ريزيست للانفلاماتوري رياكشن اللي هي المايكروفاجز الوايت بلاد سيل، ما تخلي الخلايا المناعيه تلتقط هذا المايكرو اورجانيزم وتتخلص منه، وبالتالي الكوغوليز يفيدها حتى بال انه تحمي نفسها بالبلد ايضا، ولما تصير بالبلد واللمف تسبب لي حتى ثرومبوسيس، تسبب لي تجلط ما تقدر المناعه تلتقطها. هذه طلاب هي كلها باثوجينيسيس سببها الكوأجوليز. نعم؟ نعم؟ أكو صوت طلاب؟ أغلقوا عيني المايكات. شو وقت نسمي الستافيلوكوكس أوريوس لما تصيب لي العظام؟ أغلقوا المايكات طلاب، أغلقوا المايكات. حصير أوستيوميلايتس. وحسبب لي انفكشن ونكروسيس بالبون،
وسبب لي كرونيك انفكشن ان بون وكلش صعب علاجه. لما توصل لي الى اعضاء اخرى كان يكون للاغشيه السحائيه حسبب لي مننجايتس، اذا وصلت للقلب تسبب لي اندوكاردياتس، اذا وصلت للرئه تسبب لي نيموني، واخر شيء ايضا حتى تسبب لي السبسز اللي هو تسمم الدم، وبالتالي يصير عنده الشوك اللي تكلمنا عنه. الكلينيكال فيندينجز وين نلقوا شنو الاعراض؟ دائما اكو painful، دائما اكو الم بالسكن لما يكون عندي ابسز خراج، هذه يصير عندي ابسز والخراج يصير بي تشارج، لازم يسووا له انفكشن بلوكوكس اوريوس. بنفس الوقت ايضا تسبب لي الفود بويزنينج، وتكلمنا عنه لما يدخل لي بالغذاء وتسبب لي الفوميتينج والدياريا لان ياثر لي على المستقبلات العصبيه. التوكسيك شوك سيندروم معناته ديث، معناته شوك البيشنت نتيجه الكثير من الاعراض اللي تسبب لي حتى الكاردياك اند رينال فيلر، يصير عندي فشل كلوي، يصير عندي فشل بالماني اورجانز، وبالتالي شوك البيشنت نتيجه افراز التوكسينز اللي هو التوكسيك شوك سيندروم. الدايجنوسيز نعرف انه الدايجنوسيز عن طريق الجرام ستين، وشنو شكلها؟ تطلع جرام بوزيتيف بكتير كلاستر ارينجمنت. طلاب بلغوا زميلتكم السد او تغلق المايك، الصوت كله واضح. كلتشر تكون دائما الستافيلوكوكس تقدر انه تنمو على البلاد اجار، وبنفس الوقت إلها قابلية الفرمنتيشن اون مانيتول سولد اجار اللي هو يحوي كمية عالية او برسنتج عالي من الاملاح اللي تتحملها الستاف اوريوس، وقلنا شلون تكون؟ تكون جولدن يلو لان تسبب لي فرمنتيشن للمانيتول. اما الستاف ايبيديرميدس اللي قلنا هي نان باثوجينيك، اذا شوفوها وشرحناها بالمحاضرة السابقة تكون نان فرمنت للمانيتول، فلهذا يبقى لونها مثل ما هو white or pink according to the media. Catalase and coagulase positive. What mean catalase and coagulase؟ إذا أخذنا ابن عزلنا البلازما خليناها بتيوب، ضفنا إلها أخذنا one colony من الستاف وسوينا لها culturing or dipping البلازما ونخليها بالإنكوبيتر فتقريبا بحدود الساعة. حتلاحظون طلاب إذا كانت هي ستاف أوريوس حتشوفون أكو فد جلوت أو فد خثرة بيضاء نتيجة تحويل الفايبرينوجين إلى فايبرين، هذه معناتها ستاف أوريوس. إذا كانت نيجاتيف ماكو عندي أي خثرة أو أي جلوت، معناتها هاي هي نفسها الستاف لكن الستاف إبيديرميدس اللي هي نان باثوجينيك، وايل نمبر 1 اللي هي الكوأجليز بوزيتيف هي الستاف اوريوس اللي هي فيري باثوجينيك. عن طريق هذا السيمبل تيست اقدر اميز بين تو تايب اوف ستافيلوكوكس الباثوجينيك اند نون باثوجينيك. اما الكاتاليز ذا سيم، لكن بالكاتاليز كل انواع الستافيلوكوكس سوري الابيديرميدس وال اوريوس اثنيناتهم ينطوني بوزيتيف، لكن اقدر اميزهم عن مجموعه اخرى نسميها بالسترب جروب. الستريب جروب هم المفروض نشرحها هذا اليوم. فإذا عندي تنطيني بوزيتيف كوأجليز كاتاليز اللي هو عبارة عن تحطيم، آخذ قطرة من الـ H2O2 أضيف له 1 كولوني من الستاف أوريوس، تشوفون حتتكون لي فد بابلز، هذه البابلز والفقاعات سببها تحويل الـ H2O2 إلى أكسجين ومي. أنت يكون عن طريق البنس سلينيولر يوسج لل بنسلين لأنه الاستخدام مالته كثير وغير مبرمج، ظهرت
انه هذه البكتيريا اصبحت مو ظهرت اصبحت مقاومه او ادراكها البكتيريا او بعد مده هالقد ما تم استخدام الكثير من الانتيبايوتيك عليها ايضا اصبحت ريزيست للمثسلين والاكساسلين فسموها بالمرسى. هذه الجروب اللي هو او هذا النوع من السترينات اللي هي المرسى اللي هي تكون دائما ريزيست الطوها او تعتبر الفانكومايسين يشتغل عليها او سنسيتيف فور ات. اما النوفل سيفالوسبورين هاي ريزنتلي حديثا اللي هو سيفارولين هذا يعتبر اكتيف اون مرسى اللي هي عباره عن جرام بوزيتيف بكتيريا تكون ريزيست للكثير من الانتي بايوتكس. الكنترول او وين نقدر نلقاها طبعا ابيديميولوجي طلاب معناته انه وين موجوده. موجوده دائما الستافيلوكوكس على السكن موجوده بالريسبيراتوري تراكت فلهذا يكون دائما الليجن والابسز والديسشارج اللي موجود بالابسز او بالاكني هو سبب العدوى. هذه طلاب تكون ايضا موجوده بالستاف واللي موجودين دائما راقدين لمده طويله بالهوسبيتالز وبالتالي يعتبر الهوسبيتالز هو السورس الاول لانتقال الانفكشن. ليش؟ لانه دائما تكون بالنويز مالتهم الستاف خاصه النيرس حاملين يعتبرون كارير للريزيست ستافيلوكوكس اوريوس تكون مقاومه جدا للانتيبايوتيك وبالتالي تصير عمليه عدوى. وشوفوهم وين النيرس اكثر شيء وصير العدوى دائما بالانتنسيف كير يونت بالاوبريتنج روم بالكانسر كيموثيرابي وورد بردهات الاعطاء العلاج الكيميائي موجوده بالغرف العمليات بغرف وحدات العنايه المركزه. كل النيرسينج اللي هناك لازم يلبسون ماسك لازم يلبسون جلوفز لازم يغسلون ايدهم موشينج دائما لانه يكونون هم كارير ومصدر العدوى بالنسبه للبيشنت. هذا هو الابيديميولوجي اند كنترول. الاذر تايب الستاف ابيديرميديز اند سبروفاتيكس هذول الاثنين طلاب تكون نان باثوجينيك فقط. عدي الابيديرم الستافيلوكوكس ابيديرمز ايش وقت تكون باثوجينيك؟ تكون فقط بالاميون سبرمايزد بيرسون اللي تكون مناعتهم مثبطه او اللي يكونون ياخذون فد ديفايز او فد علاج معين مثلا ذول الكارديوفاسكولار ديفايز او اللي الكانيولا يدخلوا لهم كانيولا ويضيفوا لهم اللي يتناولون عن طريق السوائل او العلاج او الانتيبايوتكس اهل الكانسر اهل الاورجان ترانسبلانتيشن عمليه نقل الاعضاء ذول كلهم يعتبرون اميون سبرمايزد بيرسون. ذول تتحول عندهم الستاف ابيديرميدس اللي هي نان باثوجينيك تتحول الى باثوجينيك وتصير مرضيه. اما السبروفاتيكس ايضا قلت لكم في بدايه المحاضره انه هي تكون فقط باليورينري تراكت انفكشن بالومن تسبب لي التهاب المجاري البوليه بالنسبه للنساء تكون نافابسين ريزيست تكون نان بيجمنتيشن تكون نان هيموليتيك يعني معناتها هي نان باثوجينيك لكن ببعض الاحيان تتحول الى باثوجينيك. ما شرحنا كثير عن الإبيديرميدس والسبروفاتيكس لأنه الموست امبورتنت واللي تعتبر باثوجينيك هي الستاف أوريوس. طلاب الأذر تايب من الستافيلو سوري من الجرام بوزيتيف بكتيريا عندنا جزء آخر أو بكتيريا أخرى تكون بأنواع متعددة اللي هي ستريبتو كوكاي جروب. هذا النوع يكون أيضا جرام بوزيتيف كوكاي لكن الرينجمنت مالته يكون as a chain أو ديبلوكوكاي يا أما اثنين اثنين يا أما as a chain يعني مثل السلاسل مثل القلادة. تكون فاكوليتيف بكتيريا نان سبور فورمينج نان موتايل كاتاليز أند كوأجيليز بوزيتيف يعني لا تنطيني إنزيم الكاتاليز ولا إنزيم الكوأجيليز. الموست امبورتنت واللي تعتبر very pathogenic to human three species اللي هي number one ستريبتوكوكس بايوجين تسبب لي التهاب اللوزتين طلاب الثروت ستريب وايضا نمبر 2 ستريبتوكوكس اجالكشيا تسبب لي فاجينال انفكشن. ستريبتوكوكس نيموني نمبر 3 وتكلمنا عنها هي اللي تسبب لي النيمونيا وتسبب لي المننجايتس ايضا تسبب لي ذات الرئه.
الموست امبورتنت طبعا هن كلهن مهمات كلهن مرضيه، لكن نركز بهذه المحاضره على الستافيلوكوكس نيموني اللي هي ذات الرئه. دائما الارنجمنت مالتها طلاب تكون ديبلوكوكاي لانسيت شيب. شنو يعني ديبلوكوكاي؟ يعني اثنين اثنين، تكون اثنين مرتبطه مع بعضها، لانسيت شيب كل وحده شكلها شكل الورقه. فلما مرتبطه وحده باللخ بالضبط مثل الفيونكه لما تشدون شدوها، يعني مثل الفيونكه لانسيت شيب. دائما تكون الاصابه بيها لما ازرعها على الكلتشر تكون الفا هيموليتيك، يعني معناته لونها جرين وشرحناها بمحاضرات سابقه. سبب الباثوجينيسيتي مالتها هو موجود بيها كبسول عباره عن بوليسكرايد، وهذه الكبسول تركيبها متغاير من البوليسكرايد، وبالتالي تنطيني تقريبا بال 91 سيرو تايب فايريشن، يعني مالتها متغايره الكبسول، في كل مره تغير من تركيب البوليسكرايد، فلهذا يكون صعب جدا انه تتعرف عليها المناعه، وبالتالي تكون صعب جدا انه تلتقطها وتتخلص منها. تعتبر ابروكسيمتلي من 5 الى 40% من الهيمن تعتبر بالبدايه هي كنورمال فلورا بالابر ريسبيراتوري تراكت، يعني بالنازوفارينكس بالبلعوم، لكن فيما بعد تتحول الى باثوجين لما الظروف تصبح ملائمه لها، تسبب لي النيمونيا، تسبب لي اوتايتس التهاب الاذن الوسطى، تسبب لي برونكيتايتس التهاب القصبات، بكتيريميا، مننجايتس، ماني انفكشن سايت تسبب لي اياها الستريب نيموني. المورفولوجي مالتها طلاب قلنا لانسيت شيب ديبلوكوكاي نقدر نشوفها بالجرام ستين، اما بالكلتشر فتكون عباره عن تايني كولوني كلش صغيره دم شيب اراوند، تكون كليستينينج. شنو كليستينينج؟ يعني لماعه. السبب بهذه اللماعيه لما اشوفها بالبليت لما ازرعها واعرفها انه هي هاي السترب، السبب هو انه تكون حاويه على الكبسول بوليسكرايد. هذه كبسول بوليسكرايد بنفس الوقت تعطي ايضا براقيه ولمعان، وبنفس الوقت تخلي الكولوني على البليت ميوكويد. ميوكويد يعني مثل، يعني جدا مثل بيها موعان، يعني كل السهل انه التقطها باللوب. تنمو على الشوكليت اجار، تنمو على البلاد اجار، تحتاج الى من خمسة الى 10% CO2، وبالتالي اني اقدر اوفر لها الظروف الملائمه مثل ما تكلمنا بالمحاضره الاولى اللي هو الانفايرمنتال كونديشن فور جروث. الانتيجينيك ستراكشر، ايش تحوي الستريبتوكوكس من مكونات موجوده من ضمن تركيب الخليه يعتبر انتيجين؟ هو الببتيدوكلايكان انتيكوك اسيد والكبسول بوليسكرايد اللي موجود اوت The cell wall. يعني بعد السيل وول موجود كبسول. هذا الكبسول وقلنا متغاير وبي تقريبا 91 تايبز، هذا يعتبر ريزيست للفاجوسايت اند انتيبادي، ما يقدر الانتيبادي ولا الفاجوسايت يلتقط. الباثوجينيسيس تكون الستريب نيموني ذات الرئه تصيب الادلت اند تشيلدرن. هذه البكتيريا تكون تسبب لي البكتيريميا، بكتيريميا يعني تسمم الدم، اول ما توصل للدم تفرز الانزيمز والتوكسينز بحيث تسبب لي ديزيز. الكبسول مالتها يمنعها من الانجستشن باي ذا فاجوست. ايضا شو تسبب لي؟ تسبب لي اوت فورينج فايبرنس اديما فلويد. يعني شنو؟ يعني اكزوديت نسميها. يعني شنو معناته؟ لما توصل الاصابه للرئه طلاب، واذا تشوفون اهل النيموني دائما يصير عندهم سعال قوي، والسعال يصير برودكتيف يعني بي سبيوتم بيقشع بكميات كبيره. ليش؟ لانه كل الالفيولاي كل الاكياس الهوائيه اللي موجوده بالرئه تنملي بالفلويدز نتيجه الاصابه بالرئه. هذه الفلويدز بيها ار بي سيز، موجود بيها وايت بلاد سيل، موجود بيها بروتينز، تنمي للالفيولاي بحيث يصير عنده تصلب بالرئه، يصير الم لانه مملوءه كلها بالاكزوديت. هذا الاكزوديت ايضا تقدر البكتيريا بالاضافه الى تواجدها بالرئه تقدر عن طريق البلد
ستريم او عن طريق الليمف يصير لها درينج وتهرب من اللانج وتوصل لي ايضا للاذر اورجن وتسبب لي مالتي فانكشن اورجن فيلر. هذه هي الباثوجينيسيس بالنسبه للنيمونيا. الكلينيكال فيندينجز اجين نعيده، بما انه يصير عندي ذات الرئه التهاب بالرئه، فمعناته البيشنت عنده بين بالرئه، عنده بلورال بين من منطقه الصدر، عنده كف سعال، عنده فيفر اند تشيلي يعني يبرد ويحتار، ترتفع حرارته وتنخفض حرارته. هذه من اهم الساين اند سمبتومز اوف ستريب نيموني. ايضا الاكزوديت اللي تكلمنا عنه، لما ينطيني البيشنت القشع مالته اشوف راستي. شنو راستي؟ راستي يعني لونه لون الزنجار او كانه ميكست وذ ذا بلاد، دائما يصير مخلوط بالدم نتيجه وجود الاكزوديت بالالفيولاي الموجوده باللانج. الفيفر هاي قلناها، والبكتيريميا انه توصل للدم وتروح للاذر اورجان تسبب لي مننجايتس واندوكارتياتس وتسبب لي سبتيك ارثرايتس. حتى الرثه واللي نقول الالتهابات سببها هي الستريب نيموني. واتس مين امبايما تسبب لي اياها النيموني او ذات الرئه تسبب لي امبايما؟ الامبايما معناته الاخشيه اللي تحيط لي بالرئه، طلاب ما بين الرئه وما بين الاخشيه اكو فسحه سبيس، هذه كلها full with the pus cell. شنو pus cell؟ يعني تنملي بالخلايا القيحية بالdischarge بالwhite blood cell، وهذه لازم يصير لها عملية aspiration or drainage، لازم تنسحب هذه السوائل وإلا البيشنت يديد. فلهذا يكون هو simple، هي بكتيريا تدخل إذا ما تعالجت تسبب للدث. وتشوفون أكثر الأطفال دائما يقول له هذا الطفل صار بي ذات الرئة، صار بي سحايا. ليش؟ لأنه ما تتعالج وهو مصاب بالستريب نيموني توصل إلى أخشيته بالدماغ وتسبب له السحايا، سببها هي الستريب نيموني. أما الدايجنوسيز طلاب، الدايجنوسيز تكون عن طريق الجرامستين، أشوفها لانسيت شيب، أشوف أكو هواية وايت بلد ونيوتريال فيل موجود بالفيلد اللي أمامي، ومن شكلها اللي يشبه الفيونكة رأساً أعرف إنه هي هاي الستاف نيموني. In addition to that، الكولتشر نزرعها على البلد أجار، لكن أيضا تحتاج environmental condition اللي هي من 5 إلى 10% CO2، أيضا بلد وشوكليت بالثنين أقدر أحضنها. أما الكبسول swelling test، بما أنه هذه البكتيريا عندها كبسول بوليسكرايد، فأكو فالتيست بسيط جدا، محضرت لي الشركة antibody يتفاعل لما أسوي له mixing، أخذ قطرة من هذه الانتي سيرا اللي هي محضرت لياها الشركة وأخلط وياها كولوني من الستربتوكوكس وأفحص تحت المجهر، أشوف هذه البكتيريا منتفخة صاير بيها سوالينج. السبب إنه هي تحوي كبسول، والكبسول يعتبر أنتيجين يتفاعل ويا الأنتيبادي اللي أنا ضايفته، وبالتالي يصير عندي تفاعل أنتيجين أنتيبادي يؤدي إلى السوالينج of this capsule، أقدر أشوفه بكل سهولة under microscope. أقدر أسوي له أيضا diagnosis عن طريق الأبتوتشين ديسك. الأبتوتشين ديسك هو فد ديسك فلتر بيبر محضرت ليه أيضا الشركات بمادة الأثل هيدرو كوبرين هيدروكلورايد. هذا إذا أخليه أزرع آني الستريب نيموني على البلاد آغار أو على الشوكليت، وأخلي هذا الأبتوكين ديسك وأحضنه 24 ساعة، ألاحظ بعد الحضن أكو إنهيبيشن زون أراوند ذا ديسك، معناته هذا الديسك قتل لي البكتيريا، لكن ما أقدر أعتبره بوزيتيف إلا إذا كان حجم هذه الزون أقيسها بالمسطرة، إلا إذا كان حجمها مور ذان 14 مليمتر يلا أعتبرها بوزيتيف. فإذا هي فالديسك أقدر من خلاله أسوي دايجنوسيز وأميز differentiated between this type of bacteria اللي هو النيموني from other type، لأن الأذر تايب يكون هو نيجاتيف إلها. أيضا عن طريق السيرولوجيكال تيست أكو محضرت للشركة كتات، وأيضا أقدر عن طريق تعرفون الطبيب أول ما يروح لواحد يشكي من ألم بصدره وقحة يقول له روح سوي لي إكس راي، روح سوي لي أشعة أو سي تي سكان، لأن هذه كلها هي طرق تشخيصية لوجود ذات الرئة. الجولرينك رياكشن إذا نريد نعرفه بس تعريف لكم، هي جيرمن وورد سوالينج معناته انتفاق،
هو مايكروسكوب ابييرنس اوف نيموكوكل، يعني اقدر اندر مايكروسكوب اشوفه، لانه البكتيريال كابسول افتر ذير بوليسكرايد انتيجين كومبايند او يتفاعل لي ويا سبيسيفيك انتيبادي، يعني انتيجين انتيبادي. هذا الانتيبادي اللي محضرت لي اياه الشركه يوجوالي كمز فروم ا بيت اوف سيرم تيكن فروم immunized laboratory animals، يعني محضرين هذا الانتيبادي نتيجة حقن هذه البكتيريا بالانيمال. بالانيمال حيتكون انتيبادي نتيجة الانتيجين، ياخذون هذا الانتيبادي يسووا له بيوريفيكيشن، يعني يحضروه ككت اقدر اني استخدمه بالمختبر على مود اشخص النيموني بالهيومن، وبالتالي هو تفاعل او رياكشن انتيجين انتيبادي. لما اضيف قطره الانتيبادي واخذ انتيجين اللي هي البكتيريا نفسها واخلطهم معا، حيصير عندي سيرفس تنشن بالنسبه للسيل وول اوف بكتيريا، فتصير سولينج تنتفخ. وهذا الفيجر اللي امامكم طلاب يراويكم شلون ده تنتفخ البكتيريا واكو فد كبسول اراوند ات. التريتمنت بنسلين جي هو الدراج اوف تشويز، ينطوا بنسلين، لكن اذا صارت البكتيريا ريزيست للبنسلين، ريزيست للسيفوتاكسين، براسايكلين، اريثرومايسين، معناته انه الها القابليه ان تكون ريزيست، وبالتالي لما تكون ريزيست هذه النيموكوكس انطيهم، اللي مصابين بالنيموكوكس او النيمونيا اقدر انطيهم الفانكومايسين، لانه طلاب انه كثره استخدام الدرج نشأت فد أجيال من البيشنت نهائياً ماذا تستجيب للأنتيبادي للأنتيبايتك، فدائماً نبحث عن بديل أو للأنتيبايتكس الأقوى. إبيديميولوجي بريفنشن كنترول، إبيديميولوجي يعني انتشارها طلاب، انتشار النيموني سبب النيموني أو ذات الرئة 60% من الإصابات سببها الستريبتوكوكس، يعني شنو معناه 60%؟ معناته اكو 40% ايضا هم عندهم نيموني وذات الرئه لكن بانواع اخرى من البكتيريا، لكن اكثرها هي نتيجه الاصابه بالنيمونيا او السترب نيمونيا. يتم الانتقال عن طريق الدروبليتس فروم بيرسون تو بيرسون، يعني شخص يعدي شخص اخر عن طريق الريسبيراتوري دروبليتس، عن طريق لما يتكلم واحد، عن طريق العطاس، عن طريق السبيوتم تصير العدوى، وبالتالي دائما تصير العدوى عن طريق الريسبيراتوري تراكت. هذه طلاب النيموكوكس قلناها موجوده بالنازوفارينكس ابروكسيمتلي من 5 الى 90% تكون بالهيلثي بيرسون، معنى سبريشن بالاميونيتي تتحول الى approximately 10% من الأدلت يعتبرون كارير. What's mean كارير؟ كارير معناته هو حامل للمرض لكن ما ينصاب به، ما تظهر عليه الأعراض، لكن هو ينشر المرض من person to person. هذول نلقاها أكثرها بالنيرس، بالممرضين الموجودين بالهوسبيتالز. طلاب الكنترول، أنا شلون أحمي نفسي أو أسيطر على المرض، أو هو عبارة عن prevention أمنع حدوث الأمراض، طبعا هو الوقاية، تعرفون أنتو إن الوقاية هي أنه الجلوفز واحد، سوري الماسك واحد يلبس إذا كان مصاب، هذه أهم شيء. وبنفس الوقت طلاب باليونايتد ستيت عندهم فاكسين، ما أتوقع وصلنا وموجود مستشفياتنا يجيبوها فقط بالشتاء، أكو فاكسين، اكو يعني ينطوهم لقاح، هذا اللقاح بنوعين، يا اما اللقاح الاول نسميه بالبي بي اس في 23، هذا خاص للادلت ينطوه لما البيشنت يكون كبير بالعمر، يوصل من طبعا اكثر شيء ذول الاعمار الكبيره اللي هي من 64 وفوق، ذول يكون الاميونيتي مالتهم كلش قليله وبالتالي على مود يحموهم من الاصابه. اما النوع الثاني فينطوه للأطفال اللي هم between 2 إلى 23 month اللي عمرهم بعدهم تقريبا مو أكثر من سنتين، هذول أيضا يصير لهم prevention أو prevent infect with the strep pneumonia، نسميه الفاكسين اللي يطول للchildren بالPCV7.
ليش نسميها 7؟ ليش هناك نسميها 23؟ هذه حسب السيرو تايب اوف ذيس بكتيريا. احنا قلنا الكبسول مالتها تغير البولي سكرايد مالتها فتنطيني اكثر من سيرو تايب، فهم يختارون سيرو تايب معين يعتبر فيري باثوجينيك، يستخلصوا ينقون هذا البولي سكرايد ويسوون من عنده فاكسينز، يسوون من عنده لقاحات. هذه طلاب هي محاضرتكم لهذا اليوم.